في هذا اليوم الرائع، في هذا اليوم الجميل، كأنه يوم عيد، كأنه يوم يبقى يوم عيد، نتوقع ذلك ونقول ذلك، ولكنه يبقى من أروع الأيام، يبقى من الأيام التاريخية، يبقى من الأيام التي سترسخ في البال يا سهم. نعم سيتذكرها الكل وسيتكلم عنها الكل بلقطات سهم وحضور سمو الشيخ. اليوم تتابع هذا اليوم وتتابع هذا المهرجان وهذه الفقرات، سمو الشيخة جواهر اليوم تحضر لهذا اللقاء، تحضر لهذه القمة، تحضر لهذه المباريات في ختام هذا المهرجان. ما أروعه من يوم، ما أروعها من تشريفة، ما أعظمها من تاريخ في هذا اليوم الراقي، في هذا اليوم الكبير، مع دخول الحكام، مع طابور العرض الذي رأيناه، مع التاريخ. هنا يكون يوم من أروع الأيام، من أجمل الأيام في هذا اليوم، طبعا بتشريف سمو الشيخة جواهر يعني بنت حمد اليوم بإذن الله. معنا هنا حرم أمير الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني أمير دولة قطر. إذا نبقى الآن مع السلام الجمهوري. النشيد الوطني القدسي. أشهر الملاعب في الدوحة القطرية هنا في هذه المدينة الفاضلة من ملعب الإخوية استاد عبد الله بن خليفة، لقاء الأحلام هنا في ملعب الأفلام. أصعب زمان وأخطر رهان في لحظات يبدأ لقاء العمر. أبناء الشرق الأوسط هنا في تاريخ العروبة يبدأ تجسيد التاريخ. منذ اليوم هنالك فرق قادمة عربية ستكون لها مجالا واسعا في التاريخ. هنا هل هي تونسية أم أردنية؟ إلى أين ستهبط الطائرات بالكأس المحمولة جوا؟ إلى عمان، إلى عمان العاصمة الأردنية، أم إلى مطارات تونس مع كأس فضي برائحة وطعم الذهب؟ الكأس التي ستهديها سمو الشيخة جواهر بنت حمد حرم الشيخ تميم أمير دولة قطر هنا اليوم في هذا اللقاء، يعني يبقى بطابع آخر. الكأس التي نحتها سعد صالح الهديفي تريد أن تذهب إلى تونس أو ترقص في عمان بعدما كان مستقرها في الدوحة مهادها ومهادها، هنا في قطر بحضور المحارب حمزة بدر والمقاتل عرفات الليبرو والعقرب أحمد اليوهيبي والإمبراطور ريان كما وصفته الصحف التونسية صباح اليوم، رضا الطالبي المدرب وللفرقة التونسية. وعد اليوم مهدي بوعطية الوزير الرياضي التونسي بالكأس اليوم التاسع من فبراير، وقال في العاشر من فبراير سأكون من أبناء منتخب بطولة جيم في قتال محاربي أنقرة، والحادي عشر سأكون هنالك في سوسة في تونس قرب قرطاج، والثاني عشر إجازة الخاصة هنالك في بلاد قصر البكنغام قرب البيك بين ساعة البيك بين في لندن لمقابلة ابن عمي رادي الجعايدي مدرب الشباب في نادي بولتون مع لقاء الكباتن. وهذا هو كما يظهر الآن وكما يبدو لنا واضحا جليا، أحمد السيد الذي يقود هذا اللقاء حكم الوسط أنس يوسف قال لن أتكلم كثيرا ولكني سألعب بخطة تشعل عمان بالنيران فرحا وابتهاجا. هنا نعم تكلم بالموبايل وتحدث فأمامك لقاء لن ينسى في التاريخ، وقال اليوم سنجعل عمان تنطلق فيها الشماريخ وتدوي الألعاب النارية حتى يحيى البحر الميت وتستيقظ أسماكه وتهاجر تماسيحه.
أحمد السيد، هذا هو الذي يظهر أمامنا. الأردن تشكيل عمر كريشان 1، هيثم سامي 14، عرفات 10، كاليبرو أحمد أكرم 11، عمر صلاح 13، تامر عطا 2، حمزة بدر 15، يزن إسماعيل 4 كصانع لعب من ارتكاز، محمد عبد الرحمن بالرقم 6 كما ظهر إلينا أبناء تونس القادمون من أفريقيا، ميمون 17 في حراسة المرمى، أحمد اليوهيبي 15 كأيسر، هارون 4 ثابر المنصوري، سهم يغرد ويتابع، يحيى 6 يحيى المطيري، ريان فرس الرهان 10، إدريس ليوان 13، 7 حسين فراس، إدريس ليوان 13، محمد الحجار 11، أنس يوسف. ومع هذه اللقطات التاريخية عمر كريجان يظهر على اللقطة والذي ذكر وقال سأكون مثل عامر شفيع، أنا الحوت الآسيوي القادم. نعم هذا هو المدرب، هذا هو الحكم الكبير أحمد السيد الذي يقود لقاء اليوم. أتى بحلاقة جديدة تحدثت عنها بعض الوكالات القطرية، تكلمت عنه، وهذا هو رضاء اليوم، رضاء الطالبي مدرب الفرقة التونسية. النسور غرطاج قادمون من أجل تحقيق الفوز، من أجل الرجوع إلى تونس بالكأس الغالية، أم أن هنالك أبناء النشامة حذاري، أبناء النشامة، أبناء الهلال الخصيب، أبناء بلاد الشام قادمون، فإلى إلى أي المسير؟ إلى أين المسير سنتابع؟ إذا اللقاء يبقى اليوم بكلام، يبقى اليوم بحديث، يبقى اليوم بتاريخ، يبقى اليوم هنا في المدينة الفاضلة. ينطلق اللقاء بصافرة الحكم كما نتابع، بصافرة الحكم كما نرى ترجع الكرة في وسط الملعب منذ البداية يا حسين، منذ البداية يا عمر صلاح. اللقاء الذي سيظل كثيرا وكثيرا، اللقاء الذي سيتكلم عنه كثيرا وكثيرا. هذه هي الهجمة تنطلق الآن في وسط الملعب، تنطلق الهجمة التونسية بشعار جديد، بلون جديد، الكرة في وسط الملعب، شعار أحمر واسمه بالأبيض، وهنالك شعار ذهبي أصفر أيضا له واسم الأبيض. عموما اللقاء سيكون، ترجع الكرة الآن من رمية التماس، تعود من عرفات بالرقم 10، يعود اليوم عرفات طبعا الفرقة الحمراء على اليسار، تظهر هي الفرقة باللون الأحمر، هي الفرقة ترجع الكرة مرة أخرى، هارون طبعا يرجع بالرقم 4 وترجع الكرة انطلاقة، محاولة المرور، محاولة التخطي منذ البداية، تعود الكرة في وسط الملعب، أقل من دقيقة على عمر اللقاء، أقل من دقيقة، كيف سيكون الكلام؟ محمد عبد الرحمن الأردني في انطلاقة ولكن أبناء تونس يبعدون، الكرة تعود في تماس، هذه اللقطة على اليمين بالسد الأبيض تلعب الأردن، على اليسار بالسد الأحمر تونس. هذه هي اللقطة قبل قليل وأبعدها رجل آخر يسمى بعمر صلاح، ترجع الكرة الآن في وسط الميدان، تعود مرة أخرى الفرقة التونسية حمراء تبدو، هذا هو ريان الذي يخاطب من أجل انتصار، ريان الذي يتكلم، وهذا هو أنس مدرب أبناء النشامة. رضا الطالبي يقول لايك، رضا الطالبي يشير بالسبابة ومقبض اليد، ترجع الكرة مرة أخرى، تعود هنا في لقاء كبير، عمر صلاح التوتشي، عمر صلاح الفورر على لغة الإيطاليين يقول التوتشي، والتي تعني القائد أو تعني الزعيم، وهنالك الألمان ينطقون بالفورر. تعود الكرة مرة أخرى في وسط الملعب، ترجع مرة أخرى، تعود الكرة الآن لتمريرة، ولكن هنالك دفاع خطيرة، أولى تونسية، تونسية خطيرة، هي للهدف الأول، لا هي للهدف الأول، تضيع، تضيع من أبناء التوانسة، تضيع مرة أخرى، أبناء النشامة يقاتلون عن المرمى، أبناء النشامة يزودون، تعود الكرة مرة أخرى، كل مرة هجمة يا إدريس ليوان، الكرة تعود الآن، ينطلق ثامر ولكن هنالك دفاع، هنالك دفاع مرة أخرى، تعود الكرة لمصلحة الهجوم من محمد عبد الرحمن الأردني، ولكن يحيى المتيري يبعدها، ترجع تعود، التصوير بالكاميرا العالية اليوم كأننا نشاهد في أجواء الروما ريدا، كأننا نشاهد هنالك حيث المدن، كأننا اليوم في ليفربول، في الأنفيلد هنالك يا ميمون، كأننا هنالك على البعيد، كأننا هنالك يا عمر كريشان. هذه اللقطة، هذه الهجمة من إدريس ليوان ولكنها ضاعت بأحلى عنوان، عمر صلاح يلعب الكرة يمكن بالرأس ولكن هنالك دفاع مقاتل، هنالك بوارج حربية، سفن الأرمادة إلى أين ستتجه اليوم؟ سفن الأرمادة إلى أين ستنطلق؟
ترجع الكرة مرة أخرى. اللقاء يبدأ بوتير عالية. اللقاء نعم يا أمه، نعم يا صغيري، هكذا هم يقولون. الكاميرات من كل جانب، كرة لركلة مرمى من جوانب، الكاميرات من كل جانب اليوم، إضاءة عالمية، ملعب مجهز بأعلى الطراز، هنا في ملعب الإخوية، هنا في ملعب الكتيبة الشرطية، هنا في ملعب الفيضان، استاد عبد الله بن خليفة، نطير بكم اليوم، هنا حتى الرحال، هنا سكنة الأبطال، فكيف سيأتي باقي الماتش أم ننتقل إلى الركلات الترجيحية؟ كرة الآن لمصلحة الفرقة الأردنية، تعود من تماس، تعود من حمزة، ترجع الكرة، وهذا أحمد الوهابي الخطير، ترجع الكرة من يزن إلى تماس، كل ينادي على هدف منشود، كل ينادي لهدف مقصود، كل يتمنى انتصار، كل يتمنى أفراح، كل يتمنى كلام، فمن سيكون له الكلام؟ ومن سيحلي؟ ومن سيرفع باقات السلام هنا في هذا اليوم الراقي؟ تعود الكرة، لقاء توقعنا بالأمس قلنا تونسي، ولكن بدأ اليوم قد يكون نشماوي أردني. لا المعلق أحمد الطيب الشارع يستطيع أن يحدد، ولا حسن الملا في الاستوديو يستطيع، ولا المحللين يستطيعون أن يتكلموا. تماس، ترجع الكرة من رمية تماس، الكاميرات العالية المتابعة، رضا الطالبي يتكلم عن مجد يبدأ من هنا، هنا يكتب مجد للعرب، هنا يكتب المجد اليوم، منذ ذاك اليوم، منذ هذا اليوم يا عمر صلاح، يا دوتشي، يا عمر صلاح، يا كومندر، منذ هذا اليوم. ريان، ريان، فرس الرهان يحاول، ولكن هنالك دفاع من عرفات، هنالك دفاع يقول ستوب اليوم، توقف توقف. فنحن اليوم من سنحيي أسماك البحر الميت، نحن من سنجعل ربما للبحر الميت فائدة. تعود الكرة، تعود، ولكنها خرجت. في الأول لم تخرج إدريس ليوان، ولكن بعدها خرجت. جميع النجوم، جميع النجوم، جميع النجوم، هذا هو شعار هذه البطولة، هذا هو شعار هذه البطولة، بطولة كأس جيم التي أصبحت من كبرى البطولات، بطولة جيم، لتخرج المواهب إلى الوطن العربي. كرة ملعوبة الآن، لا بل تذهب إلى الأوروبيات، إلى الدوريات الأوروبية حيث يخرج الأبطال. ترجع الكرة مرة أخرى، تعود في وسط الملعب. أبناء تونس قادمون من أجل محاربة اليوم الهزيمة، ولكن هنالك أبناء مقاتلين أشداء معاندين يسمون بأبناء النشامة. ريان في تمرير، يا ريان قرب إدريس ليوان، والكرة لتماس من الدفاع، تماس من الدفاع، لا يسمحون بالتخطي أبدا. هيثم سامي، هيثم سامي يبعد الكرة، ترجع الكرة الآن من تماس، تعود لمصلحة الفرقة النشماوية. الكرة في وسط الميدان، هبت النوافح العنبرية، الآن الكرة في انطلاقة لتمرير، لهدف أول، لهدف أول، لا لهدف أول، يضيع على نفس شاكلة هدف في لبنان، على نفس هذه الشاكلة انطلقت تيسم محمد عبد الرحمن. ترجع الكرة مرة أخرى، اليوم انطلاق، اليوم كلام، وحتما سيأتي آخر سلام. عموما سنرى في بطولة استمتعنا بثلاثة أشهر منها، في بطولة كانت بالروائع، لا نستطيع أن نقعد على المقعد، لا نستطيع الجلوس، نتحرك حتى هذه المباراة بالقوة، حتى العشب يتحرك. الملعب الآن مليء بالجماهير، أو أقرب إلى المليء، الذين أتوا لهذا اللقاء. ريان في محاولة الانطلاق يكسب الركلة في ست دقائق، ريان خطير في الثابتات يا سادة، ريان خطير، من يوقفه في الثابتات؟ أم أن دفاعات الأردن موجودة يا كريجان؟ الحوت الآسيوي الذي صرح ونطق بهذا، قال أنا الحارس الآسيوي القادم. ريان من نفس المكان اللي سجلها في السودان، ريان، ريان، لا، خطيرة، فرصة، فرصة عادت من الدفاع، كاد أن يفعلها حرس الرهان، فرس الرهان ريان، ولكن في المرمى حوت آسيوي يسمى بعمر كريجان. عمر كريجان ما أروعه، عمر كريجان يظهر يقول نعم أنا، يضع اللسان في الفم، تابع وضع اليد في الوجه، علامة الحيرة، علامة التوتر، علامة الشد والجذب هنا في هذا اللقاء. عفوا، عذرا، توقف، فأنت في الدوحة، عذرا، اجعل الشارة بالأحمر، اجعلها ستوب هنا في هذا اليوم، شارة الدوار هنا في الملاعب القطرية، لأنك في قطر، الدولة التي ترعى الإعلام والرياضة، وهي الدولة الأولى على مستوى الدول العربية في العالم، في الدول العربية على مستوى الرياضة وعلى مستوى الإعلام.
كرة حمراء تعود بألوان تونسية لمحاولة مرور، ولكن تماس ترجع مرة أخرى. هنا يتكلم الدفاع، هنا يسيطر المحاربون على لقاء أشبه بالشاكلة الأوروبية، على لقاء قد يكون من أروع اللقاءات. حتما ترجع الكرة مرة أخرى. هل تعلم يا عزيزي المشاهد، والله لكأني أتخيل أني أعلق على ماتش أوروبي، نفس الملعب، اللاعبين، حتى السد، المهارات على كل الأنواع يا رضا الطالبي، على كل الأنواع. في 1980 ولدت، أنت جئت مع جون تيري، أتيت مع مايكل أوين، ظهرت في ذاك العام من 1980 في نفس عام الذي ولد فيه الشمس التي سطعت هنا في قطر. إنه الأمير تميم بن حمد بن خليفة في 1980 أنار الجو القطري في هذا اليوم. تعود الكرة في فبراير، في التاسع من فبراير لقاء، في التاسع من فبراير حديث، في التاسع من فبراير لقاء. ترجع الكرة مرة أخرى، تعود لمصلحة الفرقة التونسية، ولكن تبقى في تماس، تبقى في تماس. ترجع الكرة، لمن الكلام؟ الطالب لا يتوقف عن التلميح. الطالب اليوم كأنه في مانشستر روما، كأنه اليوم في طريقة فيرجسون. تعود الكرة ريان، فرس الريان في محاولة المرور. من يتخطى اليوم الدفاع؟ من يمر من عمر صلاح؟ نجم الدفاع الأردني، من يمر من الدوتشي؟ حتما ستسكت وتقول لا أحد، لا أحد ستقول. ترجع الكرة مرة أخرى، من يمر اليوم؟ فهل أنت مالديني الدفاع أم أنت من؟ هي الكرة والإعادة. هذه اللقطة من حسين فراس اللي سقط على أرضية الميدان. إن كان زيدان قد سئل من أفضل مهاجم في العالم فقال رونالدو، لأنه مر من مالديني. فأنت اليوم إذا مررت يا حسين، إذا مررت اليوم يا حسين تكون أنت اليوم. هذه اللقطة وهذه سمو الشيخة ترعى وتتابع بعد أن ماتت الرياضة في الوطن العربي، بالعطف والحنان تديرونا في قطر، هنا تتابع لأبنائها. والكرة في ركلة زاوية، تعود الكرة ركلة مرمى. اليوم سبحان الله، سبحان الله، حتى الأجواء عنبرية اليوم، الرائحة عبهرية اليوم، الأجواء، لاحظوا الهواء النقي في كل مرة في كل لحظة. الله، إنه من أجمل الأيام، من أجمل الأيام. مع حضور الشيخة تأتي الأجواء الرائعة الممتازة، إنها البركة، إنها النوايا الصافية. حتما ترجع الكرة مرة أخرى، تعود الآن لمصلحة الفرقة الحمراء، ولكن الدفاع يبعد إلى تماس. ترجع الكرة، أنس يوسف يتكلم عن المجد القادم. أنس يوسف يقول هل أنا اليوم البطل؟ نعم، بتحريك الشفاه. يبقى كلام كثير يا أنس وأنت تتابع هذا اللقاء. يحرك الشفاه من أجل الهدف القادم، من أجل البطولة القادمة. سهم يتابع عبر المسرح، يقترب من الكاميرات، هذا هو يقول تعبت، ماذا أفعل؟ إخراج اللسان، ضع يدي على الأقل. لسانك اليوم، لسانك حصان يا كابتن أنس، والله اليوم لسانك تعب معك، كل مرة كل مرة تخرج اللسان من أجل هذا اللقاء. تعود الكرة من رمية تماس الآن، تصبح للفرقة الأردنية ثامر في الملعوب، والكرة تخرج إلى تماس. اليوم احتفال راقي، احتفال رائع. من يكون اليوم الدوتشي؟ من يكون اليوم الدوتشي؟ ترجع الكرة مرة أخرى، هذه اللقطة، هذه الإعادة. تعود الكرة واللقطة الآن، تبقى تونسية في وسط الملعب. التمرير، الفرصة، يمكن انطلاقة تونسية، انطلاقة تونسية خطيرة. هنالك دفاع قوي، هنالك دفاع قوي يا سادة، هنالك رجل يسمى بعرفات، هنالك قادم اسمه عرفات، هنالك مدافع اسمه عرفات. هذه اللقطة يبعدها عرفات، يبعدها. تعود الآن لمصلحة الفرقة بعد أن لعبت. ترجع أردنية، تعود أردنية الآن، تعود أردنية. لقاء الوحيد الذي لم نشعر فيه بالتعب، كل لقاء نشعر فيه ببعض التعب ما شاء الله، ولكن لقاء اليوم بطابع آخر. اليوم لقاء لن يسامحنا الجمهور إن سكتنا، ولن يسامح الحكم إذا تعثر، ولن يسكت أبدا. الجمهور يريد الروعة، الجمهور يريد الروائع، وإن شاء الله ستكون الروائع قادمة لا محالة. كرة من تماس الآن، تعود لمصلحة الفرقة الأردنية، ولكنها تماس الآن تعود مرة أخرى حمراء، تعود تونسية على الخط مرة أخرى. ترجع الكرة مرة أخرى، ترجع الكرة مرة أخرى، ولكنها تعود للفرقة التونسية. تعود الكرة الآن من رمية تماس، تعود الآن. هي هنالك لقطة هدف،
هل هنالك لحظات قادمة سنرى ونتابع سنرى ونرتقب بإذن الله، ومن للهدف يسجل ومن للهدف يحرز سنرى بإذن الله. تعود الكرة مرة أخرى من تماس الآن، تبعد الكرة تعود، أنس في المتابعة، لا كلام ولا حديث غير المباراة، لا حديث اليوم حتى على مستوى النشأ القطري سوى هذه المباراة، حتى الفرق التي خسرت بكاملها اليوم موجودة، خسروا المباراة ولكن لم يخسروا البطولة حتما، لم يخسروا الغايات النبيلة والأهداف. عمر صلاح الدوتشي ينطلق في هجمة الدوتشي ولكن الدفاع يبعد، الدفاع يبعد، ترجع الكرة الآن حمراء أم صفراء، تعود من عرفات كالعادة، تعود من عرفات كالعادة يا سادة، تعود الكرة في انطلاقة في تسديدة ولكن متابعة من الحارس، متابعة من كريجان، حسين فراس يسدد والكرة إلى خارج الملعب تذهب، الآن تبقى من ركلة مرمى، تعود هذه اللقطة، هذه الإعادة، تعود الكرة من ركلة مرمى، ترجع لمصلحة الفرقة الأردنية، تعود الكرة الآن على اليسار من أحمد أكرم 11 ولكن هنالك هجمة تونسية تعود في وسط الميدان، تعود الآن، أين التمرير وأين الانطلاق، أين الذهاب وأين الإياب، أين الفائز اليوم وأين المنتصر، تعود الكرة الآن، تعود وترجع مرة أخرى تونسية، تعود على اليمين، تعود على اليمين، من ينطلق ومن يذهب، من يفرح اليوم في لقاء الأفراح، من يفرح اليوم، هذه الشماريخ التونسية، هذه الأعلام التونسية تشجع، الأطفال يتابعون، الكل يتكلم، هذه الكرة تبقى من تماس، تعود مرة أخرى، من يتكلم اليوم ومن يعطي لمن؟ من سيتكلم اليوم؟ من سيضرب بالملحاح؟ من اليوم سيبقى له أحلى صباح مع أنها أمسية؟ من يكون له أحلى ليلة؟ ريان يلعب كرة خطيرة، ريان جول، ريان ريان ريان، فرس الريان، إنه ريان يا سادة، إنه ريان يا سادة، إنه ابن رادي الجعيدي، إنه من تاريخ الطرابلسي، إنه قادما من الخضراء، جول ريان، جول ريان، هدف ولا أحلى، هدف ولا أجمل، ولا تحدثنا قبل قليل عن خطورة هذا اللاعب، هذه الكرة، شوف الإعادة، جول يلعبها دائما ساقطة، يلعبها دائما ساقطة، إنه ريان يا سادة، إنه فرس الريان، يا أهل العالم ماذا يحدث، يا أهل المدينة ماذا يحدث، يا أهل المدينة الفاضلة هنا في الدوحة ماذا يحدث، جول، افرح وهلل، افرح وهلل، هجمة أردنية ولكن الأقدام التونسية تبعد، تعود مرة أخرى، ترجع، لا توجد فرصة، كرة خطيرة والأوفسايد، الأوفسايد حاضرا، يرفع الحكم الراية، يقول لا أريد أن أسمع حكاية، هنا ضع الكرة وانتهى الكلام، في أي لحظة قد يعود النشامة، في أي لحظة قد يعود النشامة، حذاري وانتباه، هدف جميل كان هذا والأوفسايد، هدف جميل، الحارس فجأة في كلام، ولكن أبناء تونس بادروا اليوم بالسيف والرماح، كأنها شعل من الأرواح، تعود الكرة مرة أخرى، تعود الكرة، الكرة في الوسط الآن، لا ليوناردو توقعها بكلام، لا الكناني يتحدث عنها، تعود من تماس، تعود مرة أخرى، آدم سيريرا بالجرينتا يهلل لهدف ربما، يهلل لأهداف قادمة، ترجع من تماس الآن، ريان مرة أخرى في وسط الملعب، النشامة خطيرين، النشامة خطيرين، أبناء الأردن خطيرين قلت لك، ولكن تدارك الحارس ميمون، تدارك الحارس ميمون يخرج من أبناء الفرقة التونسية، ترجع من تماس، لو أحرز هدف تعادل أردني والله ستكون مشعللة بصورة غير طبيعية، أما أن أبناء تونس سيقولوا لا لهدف قادم بل نزيد الغلة، عموما سنرى بإذن الله ونتابع، 17 دقيقة تمر من عمر الشوط الأول واللقاء، النتيجة تقدم من رجل آخر يسمى بيه يعني ريان، يسمى بفرس الريان، هكذا لقب وهكذا نودي، كورة تعود ولكن بأقدام أردنية، بأقدام من الحرفنة بمكان، الله يا أحمد أكرم، أما الله يا عمر صلاح الدوتشي، شوف الدوتشي، شوف الدوتشي والخبرة، شوف الدوتشي والحركات، شوف الدوتشي والذكرى، تعود والله نجم قادم بقوة، الطالبي بعد هدف تقدم، بعد هدف تحقق، بعد وعد اليوم لأبو عطي، بعد وعد اليوم، هل سيحقق ما قال؟ هل سيطبق اللاعبون ما قال؟ تعود الكرة الآن، ترجع من رمية التماس،
تعود من جانبية حمراء تونسية. الأقدام الأردنية قريبة، تسديدة لجول ثاني، لا تعود من ركلة مرمى. جميع النجوم يا تونسي، جميع النجوم يا حسين فراس، جميع النجوم يا أبناء النشامة. الملعب اليوم رائع، الجو رائع، هنالك بعض الصحف الخفيفة، غطي هنا وتقدم إذا بناك. وهنا هؤلاء اللاعبين موجودين من أجل كلام، هنا من أجل حديث، هنا من أجل ذكرى، هنا من أجل التاريخ الذي سيدون. سيشهد العالم يوما أن هنالك بطولة انطلقت في يوم تسمى ببطولة كأس جيم، أخرجت المواهب للوطن العربي، كتبت عنها الصحف، تحدثت عنها القنوات. في البادئ الأمر قالوا أنها صغيرة، قالوا أنها بطولة عادية، ولكن في النهاية ظهرت بحقيقتها أنها بطولة كأس جيم التي أخرجت المواهب. تعود الكرة الآن لمصلحة الفرقة الأردنية، تعود في وسط الميدان، تعود ولكن هيثم سامي قريب، وهنالك الوهيبي وهارون والمنصوري، حذاري من كرة يمكن للتعادل. أبناء النشامة قادرون، أبناء النشامة خطيرون، الكرة تلعب ولكن الأقدام من هارون، الأقدام من هارون تبعد، ترجع الكرة مرة أخرى، تعود في وسط الميدان، ريان فرس الرهان، ريان يتابع، هذه هي اللقطة. أم أن أبناء تونس يقولون الله أكبر، هذا الحسن أعرفه، ريان يضحك أعطافا وألحانا، الدوتشي في انطلاقة، الزعيم بلغة الطليان في انطلاقة. بحثنا بحثنا في كل اللغات من أجل أن نجد كلمة، وجدنا لك هذه الكلمة، لم يستعملها معلق من قبل، واليوم نستعملها لكلمة الدوتشي يا كبير. ترجع الكورة من عمر صلاح، الدوتشي قال هنا يا أخي، لماذا هنا؟ هكذا يتكلم الدوتشي في تحدي أمام المرمى. هل يقول يا ريان لست وحدك؟ هل يقول يا ريان لست وحدك من يحرز الأهداف؟ عموما سنرى ونتابع. سلامات لنجم الفرقة التونسية، سلامات إن شاء الله. ارجع الطاقم الطبي بعد السلامة، ميمون الحارس التونسي يتابع، يتابع يا دوتشي، هل تحرزها وتستحق هذا اللقب فعلا؟ فأنت له أهل. كورة خطيرة ولكن هنالك دفاع، كورة خطيرة هنالك دفاع. عمر صلاح، عمر صلاح يا سادة، حذاري من أبناء الدوتشي. ترجع الكرة مرة أخرى، لا خطورة، لا خطورة إلا بأخطاء البتة. إذا كرة ملعوبة في اللقطة واللحظة. الحكم أحمد السيد يقول ارتاح قليلا يا معلق، ارتاح يا جمهور. هنيئا لريان فرس الرهان، إلى شوط قادم بإذن الله. ماذا يحدث في الشوط الثاني؟ أحمد الطيب الشارع يقول، حسن الملا والكباتي في الاستوديو، لكم الكلمة الآن. إذا نعود مع الشوط الثاني متتبعين الكرام، مشاهدي تلفزيون جيم، إلى الشوط الثاني في بطولة كأس جيم، إلى النهائي، إلى الختام، والمشهد الأخير ومشهد الختام. خلاص العرس اليوم، العرس هنا في البطولة، هذه البطولة التي منذ 3 أشهر كانت البدايات، ولكن التجهيزات قبل ذلك بأشهر عديدة إن لم تكن مضاعفة. عموما شوط أول انتهى بتقدم تونسي رياني، تقدم من فرس الريان بشوط بهدف 1-0. أبناء النشامة قادرون على العودة في أي لحظة، أبناء الدوتشي أو إخوان الدوتشي، رفاق عمر صلاح الكابتن، لاعب الثابتات ولاعب التسديدات، قد يعود في أي لحظة. تماس تعود الآن في لقاء، نعم أشبه بالكلاسيكو، في لقاء أشبه بالنهائيات الكبيرة. هنا نلتقيكم اليوم في هذا اللقاء، نفس التشكيل، لم يطرأ عليه تغيير، نفس التشكيلة، نفس الوضعية. تعود الكرة من الوهابي في تماس، تلعب من أجل هدف ثاني منشوط، كرة تسديدة خطيرة، ركنية خطيرة، ركنية. استهان الحارس كريجان بعض الشيء، قال سأصدها ولكنها ذهبت إلى ركلة زاوية، ذهبت إلى ركلة زاوية. تعود تونسية،
هذا هو حسين فراس والتسديدة هوبا، ولكن هنالك حارس، تلعب الكرة من توزيع لهدف ثاني، لا للهدف الثاني ايضا تضيع، ترجع الكرة مرة اخرى، تعود الان في وسط الملعب، ترجع من الدفاع، تعود من ابناء الاردن من عرفات، ترجع قبل من ايثم، الكرة تعود لعرفات، اما انها تونسية مرة اخرى، تعود لابناء تونس، فرصة من زاوية ضيقة، ريان لو وجدها كان، لو كان وجدها فرس الريان، الكرة ملعوبة عكسية، ثاني جول، ثاني جول، جول، الله الله الله، الله على رجال الخضراء، الله على رجال البحرية التونسية، الله على ثاني الأهداف، إنه ريان يا سادة، ريان يوزع الكرة والإحراز في الشباك، هذه اللقطة شوف الإعادة، والله إن بحت الأصوات، والله إن ضاعت الأصوات، لا صوت يعلو اليوم فوق أصوات أبناء تونس، اللي وي بجول، الهدف الثاني التونسي، الله على رجال الخضراء، يهنئون، يهنئون ويفرحون، يقولون ثاني الأقوال، من يتوقعها، يرفعون الشعار التونسي، أحمر بدم الشهداء، أبيض بلون اللقاء، بلون النقاء، ولكن هلال بانتماء عربي، ونجمة بأطلاعها الخمسة إلى أركان الإسلام ترمز، ترجع الكرة مرة أخرى ركلة زاوية، تلعب من ركنية، تعود النشامة، ماذا أصاب النشامة يا أهل المدينة؟ ماذا أصاب النشامة يا أبناء العالم؟ قد يعود في أي لحظة، قد يعود في أي لحظة، ماذا ستكتب عنكم الصحف؟ ماذا ستقولون؟ ولكنكم أبطالا حقيقيون، تعود من ركلة زاوية، تلعب من عمر التوتشي يلعبها جول، لا هدف خطير، يمكن هدف يشعل المباراة أكثر، ولكن الدفاع التونسي يبعد اللقطة كما تابعنا اليوم، من كان يتوقعها كذا، من كان يتوقعها، ترجع من تماس، من توقعها، ولا العكرمة صدح بهذا، ولا ابن علي النزار قال ذاك الكلام، الكرة الآن في وسط الملعب، الكرة الآن تماسية، لا ترجع لأبناء الأردن، شوط ثاني بهدف ثاني، بداية شوط ثاني بهدف ثاني، ولكن أبناء الشام قادرون، أبناء الأردن اللي قالوا أنها تسمية ولكن نطقت، الأصل هي سام، ولكن اللغة هنالك الغالبة كانت تقول شام فسميت شام، ولكن الأصح سام، ترجع الكرة مرة أخرى، تعود الآن لأبناء الفرقة الحمراء، ولكن الدفاع هنالك قادمون من حوض عمان، قادمون بقوة اليوم، ربما يحيون أسماك البحر الميت، سنرى ونتابع اللي يقع في الأردن، من جنوب غرب آسيا قادمون، من قادمون من هناك، من المملكة الأردنية الهاشمية، تونس من شمال أفريقيا عائدة لهدف، كرة خطيرة للثالث، لا للثالث، خطيرة ركنية، للثالث خطيرة ركنية يا فرس الرهان، واسع العينين ريان، اخرج اللسان علامة الأفراح، أن تخرج اللسان من أجل أنك تحرز هدف ثالث، تلعب الكرة من ركلة زاوية، هل يعود أبناء الشام أم يسددها هؤلاء اللاعبين، تلعب الكرة خطيرة لركلة زاوية الآن ملعوبة، من يتوقع هل يكون هنالك هدف، سنرى ونتابع، ركلة زاوية ملعوبة بالراس هي مضمونة، جول، لا ركلة خطيرة مرت من فرس الرهان، الخطورة من ريان، يفخر بك أبناء تونس يحتفلون اليوم، هنالك دوتشي، هنالك دوتشي، اسمه عمر صلاح أيضا موجود، لم يتوقعها القادمون، ولا ابن الحجيراب يتوقعها، ولا الجيلي علي قال، الجيلي قادما من بعيد، في الغراء كلام، في الهلالية حديث، الكرة من ركلة زاوية، أنفبي أبو عشر، وهذه اللقطات، وهذه الفرحات، هذه الكلمات، هذه الثواني والردهات، شوط ثاني بهدف ثاني، من يكون دوتشي؟ حتى الآن ريان يضرب بقوة، حتى الآن ريان الكأس ذاهب إلى غرطاج، ذاهب إلى تونس، ذاهب إلى الأفراح، ذاهب من أجل ليالي، أحمد السيد حظك اليوم، قدرك اليوم يا حكم رمى بك في هذا اللقاء، يا ابن القباب الحمر ويحك من رمى بك، فوق هذه اللجة الزرقاء، ترجع الكرة مرة أخرى، تعود الآن لمصلحة الفرقة، الدوتشي عمر صلاح يلعب الكرة مرة أخرى، تعود من ريان، الكرة في وسط الميدان، التمرير من محمد عبد الرحمن ينطلق في هجمة خطيرة، يمكن لثالث، يمكن لثالث، جول، 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 وأعلن في الكون أن الطموح روح الحياة وروح الظفر، ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر،
هكذا قال الشاب التونسي، هكذا قال أبو القاسم الشابي. الكأس ذاهب إلى شمال إفريقيا. جول، هدف ثالث يحيى المطيري. من يوقف يحيى عندما ينفرد؟ من يوقف يحيى يا سادة؟ من يوقف هذا الطوفان؟ من يوقف هذا الطوفان؟ يتحسر محمد عبد الرحمن، يتأثر الجهجاه على هدف ثالث، يتأثر الجهجاه على جول ثالث. كورة من تماس، كورة من تماس. وإذا اللاعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هكذا اليوم هو المقال، هكذا اليوم. حيرة تونسية مشوبة بفرحة، يتابعون من بعيد يقولون لمن الانطلاق، لمن الانطلاق. لم يتوقعوها هكذا، لم يتحدثوا عنها هكذا. لا الكباتن في الاستوديو ولا رضا الطالب توقع أن تأتي بهذه القوة رغم تميزه كمدرب قوي. ترجع الكرة مرة أخرى، الكرة الآن انطلاقة، انطلاقة لأبناء الخضراء، ولكن من ركلة مرمى تعود، ترجع لمصلحة أبناء الشام، ترجع لمصلحة أبناء الأردن القادمون بقوة. رضا الطالبي لأحمد الوهيبي، خليك هناك، اقفل هناك، ولكن إياك أن تقفل عن هذا. هو يتكلم عن هذا هنا في العاصمة، هنا في العاصمة، المدينة الفاضلة، هنا في الدوحة القطرية. أحلى لقاء. ترجع الكرة مرة أخرى، قبل أيام بطولة كأس العالم النهائي لليد، بعدها 2022 كأس العالم، قبله 2019 كأس كرة الصالات، هنا كأس العالم. وإن شاء الله في الأيام القادمة هنالك حديث عن الشامبيونز ليج، عن احتضان نهائي أبطال أوروبا. فخر للعرب، فخر لكل العرب في دوحة العرب الغناء. كرة من وسط الميدان تعود الآن لمصلحة أبناء تونس، كرة خطيرة لهدف رابع، لا ينهي الآمال، يبدد الشكوك، يحسم المباراة، يؤكد الأفضلية التونسية. ولكن الكرة الآن لأبناء النشامة. النشامة لو أحرزوا هدف واحد قادرون على العودة. اسمعوا هذا الكلام جيدا، غادرون على العودة إذا لم يضيعوا. فهل يستطيع أنس يوسف المدرب الذي استطاع تخطي العقبة اللبنانية، الذي استطاع على التخطي على رفاق غملوش، هل يفعل اليوم ماذا يفعل؟ السقوط على الأرض، السقوط يا أبناء المملكة، السقوط يا أبناء عمان. الأردن التي تعني التل المنحدر أو تعني السفح الجبلي كما ورد في كثير من اللغات. وتونس عندما جيء لفتحها قالوا نسميها إنها البلاد التي سوف تؤنسنا بخضرتها. فالصحيح هي تؤنس كما ذهبت. نحذف الهمزة ونقول تونس. كرة الآن ملعوبة ترجع للفرقة، يعني السقوط ما زال على أرض الملعب. افرح أيتها الصغيرة، الأميرة البرنسيسة، افرح اليوم بالأهداف، افرحي بالجول. أخي يسجل، ابن وطني يسجل. بطولة جيم تظهر في أحلى ثوب، تظهر في أجمل ثوب، في أزهى حلة، في أروع جول. لقطة الإعادة الرائعة، لقطة الإعادة الرائعة. هنالك كلام جميل، خلفكم مسرح من الآمال. هنالك يا ابن تونس، وينيل عالي الضوء، عالي جبهة من وسم إفريقية السمراء. افرح يا صاحبة النظارات، تكلم يقولي لدي أخ يسجل. أبناء تونس، أين العلم اللبناني؟ أين العلم الأردني؟ لم يظهر، ولكن حتما عندما يظهر سيظهر بالقوة. والله أردت أن أسجلها هنا فجاءت هنا. هكذا يتكلم الدوتشي عمر صلاح في تنفيذ رمية التماس. لم نستطيع أن نتابع، لم نستطيع أن نتكهن بهذه الصورة. تعود الكرة، ولكن قبلها لميمون، قبلها لميمون. 30 دقيقة تمر من عمر اللقاء، 10 دقائق على النهاية. لم نتوقعها أن تأتي بهذه الشاكلة، لم نتوقع أن يأتي الحمام الزاجل بهذه الأخبار السريعة. لم نأتي اليوم أفراح هنا، فرحات هنا، أم تقولون لا عاش من خان تونس ولا عاش من ليس من أهلها؟ إنكم تعيشون وتموتون على حبها، حياة الكرام وموت العظام. ما سطره لكم الشاب في التاريخ. الكرة خطيرة لهدف ثالث، لهدف رابع، لا. هنالك من تونس، هنالك انطلق رجل يسمى ابن خلدون في تاريخه وكتاب المقدمة. يا ابن خلدون، فائدة العالم، ومن الأردن أكبر الشخصيات وأشهرها. كرة لهدف أول أردني، انطلاقة والسقوط والمخالفة هي للدوتشي سيلعبها. قال والله لم أقصد، هكذا قال هارون ابن الفرقة تونسية. تعود الكرة. أنسيتم من شجع غانا بالأمس؟ من خسرت له غانا؟ البطاقة الصفراء حاضرة. من رأى بالأمس أبناء البلاك ستارز، أبناء غانا مهزومون بالأمس من الأفيال، من الأفيال الإيفوارية. التبديل الآن
يبقى تونسي. هل يريد الحفاظ سليم في الخروج او محمد امين في الخروج وسليم في الدخول؟ محمد امين هو يعني يلعب في الهجوم، ولكن ماذا سيحدث؟ عموما كرة الان ملعوبة خطيرة لعمر صلاح. عمر صلاح لو يحرز هدف قد تتغير بعض النتائج يا سادة. عمر صلاح جول جول الدوتشي الدوتشي عمر صلاح الدوتشي لا يحتفل بالهدف، لا يحتفل كثيرا، هو صاحب الاخلاق الرفيعة. بالامس عندما احرز هدف قال الفاتحة على روح الطيار، الله على الاخلاق العالية. عمر صلاح جول، انه الدوتشي القادم بقوة، انه الدوتشي يا سادة، انه الدوتشي الزعيم بلغة الايطاليون. هنالك من برج بيزا الكلام جول، هنالك من ساحة الكولوسيو، هنالك حيث ساحة صراع الوحوش. ترجع الكرة الى اين ستذهبون بعدها؟ الى اين يا ابناء تونس ام ابناء الاردن؟ هل ترجعون الى بلاد الصقيع والنار؟ هنالك في ايسلندا حيث دول اسكندنافيا في شمال اوروبا، ام انكم تنطلقون الى البعيد الى حيث نيوزيلندا لقطب وجود نهر يسمى نهر الوانكا، باشهر نهر في العالم، باحلى نهر في العالم، ام انكم تحتفون وتكتفون بنهر النيل قربكم؟ انكم تذهبون الى شط النيل، وكم بشط النيل من جميل. ترجع الكرة الان لمصلحة الفرقة الاردنية، التبديل حاضر، ابدعوا وامتعوا، اقنعوا ووفقوا. عمر يخرج ويدخل تامر. الكرة الان لمصلحة الفرقة التونسية، تعود الكرة من ادريس، ادريس ادريس في محاولة توزيع رمية التماس على طريقة جرجيز، من اشهر المؤلفين، من اشهر هنالك الفلاسفة الناهلون من عهد افلاطون، من عهد افلاطون. تعود الكرة، ام انه استاذ سقراط، ام انه تلميذ سقراط؟ التاريخ يرجع. الكرة الان خطيرة ولكنها ليست للتماس، ليست للتماس. اليوم تحتفلون، اذهبوا لمعلمكم في الرياضة وقولوا له شكرا، قولوا له شكرا، قولوا شكرا لجيلكم الذي احرز البطولة الافريقية، قولوا شكرا للترجي، قولوا شكرا للافريقي. تحدثوا عن كل الاندية التي ساهمت فيكم، اشكروهم اجمعين، لا تدعوا احدا لم تمروا عليه بالشكر يا ابناء قرطاج، يا نسور قرطاج في تاريخكم. ولكن ابناء النشامة ان احرزوا هدف ثاني تتغير الكفة بالشكل الاكبر وتصبح المباراة حياة او موت. لحد ما الكرة سائرة نحو ابناء الفرقة، فهل يبدأ الاردن، تبدأ فرقة الاردن بمسلسل الريموندا، مسلسل العودة من بعيد يا انس، انس المدرب هنا بانحناءة الظهر لهدف ثاني، يتمنى لهدف ثاني. تعود الكرة مرة اخرى، تعود حمراء ولكن الفرقة الصفراء، هنالك الابناء يقاتلون. ترجع من الوهيبي بتماس يبعدها عرفات واحمد اكرم بالكلام، الكرة ترجع تونسية، ترجع تونسية، تهب معها النوافح الغدوسية. هدف ثالث عندما جاء بحث لها الحارس، من يتكلم عن هدف قادم؟ ولكن الكرة ترجع في وسط الميدان لكرة خطيرة يمكن، ولكن الدفاع من يتكلم اليوم؟ من يقولها في وجههم جهارا؟ من غير الطالب يقولها؟ من غير المدرب؟ نعم بالطرابيش، نعم بذكرى تونس كذا. وهنالك في الأردن، هنالك في عمان الكلام، هنالك في المملكة المحبوبة لكافة العرب موجودة، هنالك في التاريخ. اشكروا قطر اولا، اشكروها قطر لانها التي تنظم البطولات، لانها دائما تقف من مع المبدعين في كرة القدم، في الاعلام، في كل شيء. هكذا هي قطر سباقة، ليس للتملق، ليس للزيادة، وانما للواضح. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. الكرة ملعوبة الان، الكرة خطيرة لهدف رابع، لا، كاد ان يقولها في وجههم جهارا ويكون هزت الانهار والجبال. نعم هزت الجبال والانهار، واحتامها طير العلا وطار، وبثها في العلا افتخارا، بثها في العلا والعالم افتخارا. نعم افرح يا صغيري، افرح يا نجم، افرح يا امبراطور، يا غزال يا اسمر، اسمه محمد ربيع، نجم قادم الى اوروبا الطريق يا محمد ربيع. كرة تونسية على الرواق الايمن، هل يحرزون رابع الاهداف؟ هل يحرزونها؟ ام ان ابناء النشامة للتعادل ما زالوا لم ييأسوا منه؟ هذا محمد سالم بالكلام، هذا هو بالحديث، هذا هو هيثم سامي يتكلم عن اهداف، يتكلم عن اهداف. اسرة مرغني الخير تتابع والكلام يتكلم، وهنا كلام يا نزار علي. الكرة في تسديدة يمكن، جول، لا، هدف رابع يضيع، هدف رابع يضيع.
أبتر معها ثغر البسل الغيارة وأوقدوا فوق الجبال نارا وأزرقت صخورها اخضرارا مع هذه اللقطة التاريخية. ترجع الكرة مع لقطة بهدف ثالث قبل قليل عندما أحرزه المنتخب التونسي. بحث الحارس العماني أو حارس من أبناء عمان الحارس الأردني عمر كريجان قال من أين جاء، ولكن راوي أوثق الأخبار تحدث له وذكر له وقال لا فارس يكفوك إذ تشد ولا دارع يحميك إذ ترتد. فكر فوق الأخضر الحصان مكبرا وقاب في الدخان. تعود من تماس، تعود من تماس، المجد لله ثم الأوطان. ترجع الكرة مرة أخرى تونسية لمن الانطلاق، هم يقولون يا الله يا عالي انصر فريقنا الغالي، ولكن أبناء الأردن يقولون واثقون بإذن الله بالانتصار. رابع جول، لا جول جول جول، هدف رابع، هدف رابع. افرح يا قرطاج، افرح يا تونس، يا مطلون اضرب الراية بالاحتفال، اضرب الراية بالاحتفال، ارفعوا الاعلام التونسية، تكلموا عن اهداف خطيرة في المرمى، تكلموا عن الدوحة القطرية، تكلموا عن هذه البطولة في كاس جيم. جول جول يا حسين فراس، جول جول. ماذا يقول الشعر ذو البيان؟ انصفوني بالله ذكروني. ماذا يقول الشعر ذو البيان وقد رأى التاريخ بالعيان؟ ماذا يقول الشعر ذو البيان وقد رأى التاريخ بالعيان؟ يا حسين، حسين يحرز هدف رابع، يحرز هدف الرابع، قضى على الآمال، قضى على الآمال الأردنية. مبروك الكأس التونسية المحمولة جوا إلى الأراضي الشمال إفريقية، تذهب هناك لتواسي، لتداوي جراح الجارين من السودان والمغرب هنالك اللي خرجوا من البطولة. أبدعوا وأمتعوا الفرق القطرية والكويتية، ولا ننسى هنالك اللبنانية. الكرة خطيرة لخامس، هل يمكن لخامس؟ هل يمكن؟ الما خطيرة ولكن تضيع. رجال البحرية التونسية، رجال البحرية، هذا يدور، يدور مع قرص الشمس حيث دار، فأجفلوا عن حوضه حيارة. هذه هي اللقطة، وقادهم مشاطئا للنيل، وكم بشط النيل من جميل، أطفى عليه روعة التضليل، مشاعل النوار في الخميل. الله الله، هدف جميل ضاع. هذه اللقطة، عمر هل يترك المدرسة في سابق الأيام يذهب إلى الفرق الأوروبية، أم أنها ستقول له، يعني ستقول له ستذكرني إذا عاشرت غيري وتبكي عشرتي زمنا طويلة. ريان في تسديدة لم تكتمل، في سيناريو لم يكتب، في سيناريو لم يكتب. ترجع الكرة مرة أخرى، مباراة حماسية، مباراة حماسية. نصر الدين بالدخول وإدريس بالخروج، سامحونا إن لم نراه، والله نغمض العينين مع الكلام، نغمض العينين مع الكلام. خطيرة ركنية تعود للفرقة التونسية. آخر الدقائق، آخر دقيقة وآخر ثواني. صباح أشم عليكم الجناح يا أبناء الأردن، ألقى عليكم اليوم من الجراح. الله، ولكن أبناء النشامة اصطفوا كالأشباح. يخرج فرس الرهان، يخرج ريان مع مصافحة المعلم لخامس، لا لخامس، لا. ارحموا عزيز قوم ذل، ارحموا عزيز قوم ذل، ارحموا عزيز قوم ذل. ذل بمعنى أخطأ، ناس يقولوها ذل والصحيح ذل. الكرة خطيرة، الذل هو الهفوة. الكرة ولكن لكريجان، وتعود الكرة في ركلة حرة غير مباشرة، آخر الثواني. شكرا الدوحة القطرية، شكرا قناة جيم، شكرا يا أبا نواف. ربح البيع أبا نواف، ربح البيع أبا نواف. أستاذ سعد الهدافي مدير البطولة الذي أشرف على هذه البطولة ربح بيعكم. دقيقتين، دقيقتين تفصلنا، دقيقتين للختام، دقيقتين للثواني. علي المناعي لن ننساك يا علي في هذه البطولة، أستاذ الأجيال أنت. كورة لخامس تضيع من ركلة مرمى، لن ننساه، لن ننساه. الياس يساهر الليالي، أستاذ الياس الخوري في الإخراج والمتابعة. هتان يتكلم، اشتوا يا حسن الملا القادم من عمان، اشتوا أيها المبدع. ترجع الكرة مرة أخرى، يونس في قراءة التقارير والمتابعة لهذه البطولة. هنالك عدنان، عدنان من اليمن السعيد يتابع. ترجع الكرة الآن من رمية تماس يا أحمد كنانة، من رمية تماس يا أحمد آدم. آدم سيريرا يتكلم عن أهداف، آدم سيريرا يتكلم عن مواعيد. تعود الكرة، أبو عبيد الجيلي قال أن هنالك أهداف من الخضراء الجزيرة من الغراء بتاريخ الحصائص. والكرة الآن ترجع من ركلة زاوية، أما أنها تعود، والكرة خطيرة أقرب إلى ركلات الزوايا. لن ننسى من لعب في هذه البطولة،
سهرنا الليالي من أجل أن تخرج. الحمد لله وفقنا، وإن أخطأنا فسامحونا متابعونا، والله كانت ربما ذلة لم تقصد ولكن البطولة تخرج. قد نقول هذا الكلام وتدمع له الأعين وتذرف له الدموع، لأنها يعني كانت من أجمل اللحظات. كرة من تماس، هكذا هي قطر. إذا سمعت بعد شهر أو شهرين أو اليوم أو غدا أن هنالك بطولة في كوكب المشتري أو في كوكب الزحل أو في كوكب المريخ أو في أي كوكب من الكواكب أو الشمس، وهذه البطولة كروية، تأكد أن قطر قادمة، أن قطر ستستضيفها في ذاك المكان. صدقوني تاريخ العرب يكتب من هنا بتأسيس جيل واعي، بتأسيس جيل لكرة القدم. شكرا دولة قطر، شكرا القائمون على الأمر. كرة من تماس، ثواني تفصل الفرقة التونسية عن الانتصار، ثواني، انتهى الزمن الطبيعي. أحمد السيد ليرفع الراية، تعود الكرة، كرة رائعة جدا، كرة ممتازة. أحمد السيد في الحكم، أحمد السيد يتابع، أحمد السيد يتكلم، وعلى التعليق يا أحمد الضي، أحمد هنا وهناك، اسم على اسم، ويا رب تجيب القسم. الكرة الآن تعود حمراء، تعود حمراء يا ماجد بزيارتك للسودان مع اللجنة، لن ننساك يا نصر وأنت تتابع أستاذنا الغالي. يطلق أحمد السيد، مبروك الفرقة التونسية الكأس إلى شمال أفريقيا. فرس الرهان ريان، فرس الرهان ريان، هذه هي اللقطة، هذه هي الأهداف قبل قليل بثلاثية أم رباعية تونسية. افرحي أيتها الفتاة، افرحي إلى حوض البحر الأبيض المتوسط الاحتفال، إلى حدودكم مع إسبانيا. أحلى كلام ريان وزملائه، متابعات من الجماهير، كلام من الأساطير. هنا في الدوحة القطرية الاحتفال، هنا تونس تستحق البطولة، تونس لعبت من أجل البطولة، تونس لعبت. وهنا الشيخة تتابع، الله على رعاية المواهب، الله على رعاية المواهب. هذه الكرة، مجد عربي يكتب من أجل هزيمة الأوروبيين في يوم من الأيام، اللي كانوا يتكلموا عن أن لا مجد للعرب، عن أن لا مجد للعرب. اليوم يعودون رياضيا، يتكلمون رياضيا مع بطولة كانت في قمة الروعة. أحبانا المستمعين، إن توفقنا في نقل ما يدور فلكم منا أجمل التحايا، وإن لم نستطيع مع هذا العلم التونسي الرفراف نقول اعفوا عنا، سامحونا، لم نقصد. بطولة كانت من أروع الروائع، من أجمل الروائع كانت من أحلاها. هنا يخرج مجد العرب، هنا من ذاك التاريخ. أحمد الطيب الشارع يحييكم إلى بطولة لا نستطيع الكلام أكثر، لا نستطيع الحديث أكثر. أحمد الطيب الشارع يحييكم من الزملاء، حسن الملا في الاستوديو والكباتن.
تدريج الفائزين في هذه البطولة
كأس البطولة يسلم مصاحبة السمو الشيخ جواهر بن محمد بن حسين الثاني لكابتن فريق المنصورة من تونس ميمون الجمهوري. فريق المنصورة من